السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، تكونوا دوزتوا هذا النهار ديال اليوم ما شاء الله مزيان، وتكونوا ناشطين، تكون اموركم بخير. اليوم رجعت معاكم بوصفه خطيره يا البنات في تبييض البشره. كتصفي البشره، كتحيد الاطراس ديال الحبوب، كتوحد اللون ديال البشره، ايضا تتقضي لك على البقع الداكنه يعني التصبغات الجلديه، الكلف. غير خاصكم يعني تداوموا عليها كيف ما غادي نقول لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. خليكم معايا باش تشوفوا معايا هذه الوصفه الرائعه اللي كيف ما قلت لكم كتبيض البشره، حتى يعني التصبغات ديال اشعه الشمس الى شدت لك الشمس يعني في الوجه ديالك. هذه الوصفه زوينه، ما كتخليش يعني البشره فيها تصبغات، وان شاء الله غادي ديروها وغادي تلاحظوا الفرق ان شاء الله ملي غتبداو تستعملوا هذه الوصفه. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم هكا باش تشجعوني وتدعموني على ان الفيديو يشوفوه ناس اخرين ان شاء الله. وايضا لو عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشاركوها مع صحاباتكم والعائله والاقارب. وغادي نبداو في الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو المطيشه او الطماطم كيف ما كتشوفوا معايا. المهم كتاخدو غير واحد المصاوص هكذا انتما كي كتشوفوا معايا، وغادي نستعملوا الحكاكه تكون رقيقه باش نحكوا المطيشه، يعني ما غاديش تستعملوا غير الماء ديالها، لكن غتحكوها تستعملوا حتى الطماطم والعصير ديالها، وغادي نحكوها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للطماطم راها زوينه البنات، كتحيد داك الاطراس اللي كيكون ديال الحبوب في البشره، وحتى الا كان فيكم الحبوب كيتشوط، يعني مجرد ما كديروا لي هذه الوصفه تيبس، يعني كيكرم كيف ما كنقولوا، وكيبس وكيتقشر، ولا داومتوا عليها حتى الاطراس يعني كيتحيد. ان شاء الله ديروا هذه الوصفه وغتلقاو عليها نتيجه الا كنتو كتعانيوا من الحبوب في البشره. وبالنسبه اللي عندهم يعني تصبغات البشره ديالهم شاده فيها الشمس، هذه الوصفه غادي ان شاء الله تعطيكم نتيجه، فهي كتبيض البشره وكتحيد حتى البقع يعني الكلف. ان شاء الله غادي ان شاء الله ديروها وغادي تشكروني عليها اكيد. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كنحكوا يعني الطماطم بهذا الشكل هذا. والمهم كتاخدوا غير نص حبه ديال الطماطم كيف ما قلت لكم بهذا الشكل هذا. صافي، دابا غادي نشارك معكم في هذا الفيديو، غادي نشارك معكم وصفه، وايضا غنشارك معكم واحد المقشر. صافي، دابا انا صفيت هاد انا يعني حكيت هاد الكميه كيف ما شفتوا معايا ديال الطماطم. بالنسبه لهاد الكميه غادي نحضر معاكم بها يعني وصفه للبشره، وايضا غادي نشارك معاكم واحد سكراب او واحد المقشر اللي حتى هو رائع، كيساهم بشكل كبير في ازاله الجلد الميت، يعني كل القشور اللي كيكونوا ميتين على البشره، اللي ما كيخليوش البشره تكون فيها واحد النضاره، فيها واحد الليكلا، يعني ما كيخليوش البشره فيها واحد الاضاءه. فمجرد ان شاء الله ما غديروا هاد سكراب وهاد الوصفه، البشره ديالكم غتولي فيها واحد الاضاءه، ويعني كيف ما كنقولوا حنايا دوك التصبغات ما كيبقاوش، يعني البشره ديالك كتبان لك فيها واحد الاشراقه، يعني من اول استعمال غتبان لكم ان شاء الله النتيجه وغيبان لكم الفرق. المهم غادي ناخذ هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي الكركم. الكركم كيف ما كنقول لكم دائما في اي وصفه شاركت معاكم فيها الكركم، كنقول لكم الكركم كيتباع يابس عويدات كيف ما كتعرفوا عند العطار اللي كيبيع العطريه، تتاخذوه وكتديو عند السيد اللي كيطحن المواد التجميليه، تيطحنوا لكم وكتبقاو تستعملوه. بالنسبه للكركم اللي كيكون طبيعي راه كيكون اللون ديالو مائل اللون البرتقالي، هذاك هو اللي كيكون بير وكيكون مزيان للبشره. بالنسبه للناس او السيدات اللي عندهم الكلف العميق اللي كيكون قابض في البشره، فالكركم واحد العلاج فعال وطبيعي كيقضي على التصبغات الجلديه وكيوحد اللون ديال البشره. غير هي كيبغي هذا الشيء شويه الصبر وشويه المداومه، وتكونوا يعني ما كتعجزوش، تبعوا الوصفه كما هي وتبعوها بشكل منتظم باش تعطيكم نتيجه. المهم كيف ما شفتوا معايا درت ملعقه صغيره ديال الكركم وخلطت بهاد الطماطم اللي حكيتها، هي اللي كنخلطوا بها هاد الوصفه. صافي كتخلطوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، حتى يعني كيبان لكم داك الكركم طلق في داك الماء ديال الطماطم او الطماطم اللي حكيناها. تنخلطوا مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
صافي. المهم انا غنستعمر بهذا الشكل حتى تخلط لي الوصفة ويولي واحد الخليط يعني متجانس هكا، باش ملي تطبقيه على البشرة ديالك يعطيك نتيجة. خلطي الخليط يعني مزيان باش داك الكركم يطلق ويتخلط مزيان مع ديك المطيشة اللي يعني محكوكة او الطماطم اللي محكوكة. صافي دابا هذا هو الشكل ديال الماسك ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نزيد عليه الحليب نيدو او الحليب بودرة. فالحليب بودرة كيف ما كتعرفوا غني بالبزاف ديال بالعديد ديال الفيتامينات اللي مفيدة بزاف للبشرة، كيرطب البشرة، كيعطي الإضاءة وكيعطي واحد البيوضة زوينة للبشرة، فهو كيبيض. غادي نستعمل منه واحد الملعقة صغيرة في هذه الوصفة، فهو كيرطب البشرة وأيضا تيصفي البشرة وكيبيض البشرة. صافي الكريم الخليط فيه 3 مكونات كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الوصفة فيها 3 مكونات، فيها الكركم وفيها الطماطم وفيها الحليب المجفف يعني الحليب النيدو. صافي مهم تنخلطوا الخليط بهذا الشكل هذا وكتطبقوه على البشرة، من احسن تكون نظيفة. كتطبقي هذا الماسك كتخليه من 10 دقائق ل 15 دقيقة وكتغسليه. بالنسبة البنات اللي البشره ديالهم حساسه بزاف يعني كتهيجوا حساسه بزاف، من احسن ما تستعملوش هذه الوصفه، لان الطماطم كيف ما كتعرفوا انها شويه يعني بحال كتدير واحد الاحمرار يعني على البشره خصوصا الحساسه، فمن احسن ما ديروهاش. اولا تيستيو يعني تيستيو الا كانت البشره ديالكم حساسه، ديروا واحد شويه مثلا غير الطماطم بوحدها، تستوي على شي بلاصه عندكم في البشره ديالكم مثلا تحت الفم او شي بلايصه جربوا عليها، ولا يعني حرقاتكم دارت لكم شي احمرار ولا هذا ما ديروهاش، ولا ما دارت لكم والو ديروها يعني ماشي مشكل. بالنسبه لهاد الوصفه كيف ما قلت لكم غديروها من 10 دقائق ل 15 دقيقه وديروها بشكل يومي، ان شاء الله هتعطيكم نتيجه رائعه، لا بالنسبه لازاله الحبوب ولا بالنسبه لازاله التصبغات والكلف وازاله الاسمرار ديال اشعه الشمس، كتعطي نتيجه رائعه وان شاء الله غتجربوها وتعرفوني علاش كنتكلم. بالنسبه للسكراب اللي غادي نشارك معكم اليوم كيف ما كتشوفوا معايا، خديت هذاك المهم داك اللي تبقى ليا من الطماطم اللي حكيتها، وضفت ليه سكر سنيده او سكر حبيبات اللي هو واحد مقشر طبيعي للبشره يعني كيقشر لنا داك الجلد الميت، وزدت عليه ملعقه صغيره من زيت الزيتون، يعني 3 مكونات. هذا واحد السكراب رائع ومقشر كيحيد ديك الطبقه ديال الجلد اللي كتكون ميته على البشره، وكيعطيك واحد النضاره وواحد البيوضه اللي زوينه للبشره. بالنسبه لهذا السكراب غديروه مره في الاسبوع فقط، والوصفه غديروها يوميا اولا ديروها نهار اه ونهار لا، وان شاء الله تعطيكم نتيجه زوينه للبشره ديالكم الا كنتو كتعانيو من هاد يعني هاد الشيء اللي قلت لكم يعني في بدايه الفيديو، ان شاء الله تعطيكم نتيجه زوينه. المهم اللي جربت هذه الوصفه ما تنساش ترجع عندي التعليقات تقول لي ان شاء الله النتيجه اللي تحصلت عليها، ورانا كنشارك معكم غير داكشي اللي كنعرفو غادي يفيدكم. كيف ما كتعرفوا ان الوصفات كاملين اللي شاركت معكم كلهم ناجحين، واي وحده جربت الوصفه يعني من الوصفات اللي شاركت معكم كتقول لي بان الوصفه يعني عطاتها نتيجه، والحمد لله هذا الشيء اللي كنتمنى انا، فكنبغي نفيدكم وما كنحط لكم الوصفه حتى كنعرفها راه مزيانه وغتفيدكم. المهم بالنسبه للبشره ديالكم من احسن هكا يعني في الليل تدهنوا بالزيت ديال اللوز الا كان عندكم الوجه ديالكم فيه الحبوب ولا طراز ديال الحبوب والكلف، ديروا حتى التجاعيد ديروا زيت اللوز، فهو زوين زيت اللوز الحلو مرطب للبشره، وحتى انه يعني مزيان للشيخوخه المبكره، تيحمي لك البشره تيعطيك واحد المرونه للبشره ديالك. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم حساسه وناشفه يديروا الزيت ديال الجليسيرين كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، فزيت الجليسيرين من الزيوت الرائعه واللي كترطب البشره بشكل كبير وكتحافظ لك على البشره ديالك الا كانت ناشفه بزاف. فالماده ديال الجليسيرين كيف ما كتعرفوا كتدخل في العديد من الكريمات المرطبه اللي كنشريوها يعني باثمنه باهظه، لكن الزيت ديال الجليسيرين كيبقى في المتناول وهو واحد الزيت رائع وكنصحكم به. المهم هكا كنبغي مره نحط لكم هكا شي حاجه في الفيديو، شي زيت او لا شي حاجه اللي تستافدوا منها. نتمنى ان شاء الله ان هذا لا فيديو هذا يكون نال اعجابكم، وبالنسبه الى بغيتوا تستعملوا هذه الوصفه هذه ديال الطماطم اللي فيها الكركم
حاولوا ما امكن تشريوا الكركم عويدات وطحنوه باش هكا يكون 100% طبيعي ويكون مزيان ويوالم لكم البشره وما يكونش مخلط بشي حاجه اخرى اللي ماشي مزيانه. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واللي بغات تسولني على شي حاجه كيف ما كنقول لكم دائما ما تردوش، مرحبا هبطوا التعليقات وخليوا لي السؤال اللي بغيتوني نجاوبكم عليه، مرحبا بكل فرح. ولا بغيتوا شي وصفه ايضا ما تردوش خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نشاركها معكم. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على التعليقات الرائعه اللي كتخليوا لي، وفي امان الله.